هدي اعصابك ايوه ارجوك. شلون؟ شلون تبيني اهدي اعصابي وانا اشوف اصغر عيالي يتطاول على امه؟ يا يبا لا تنسى ان طلال يمر باخطر مراحل عمرك. وفر دروسك حق تلاميذك. والله حاله والد اليوم يعلم ابوه لدروس. افهم افهم يا حمد، اخوك طلال يبي له العين الحمراء. بس يبا ما توصل لدرجه الضرب. وكسر حنوته لو ردها مره ثانيه. صدقني يبا ما كان قاصد، زلت لسان. احنا يوم كنا في مثل عمره كنا ندش البحر ونعتمد على انفسنا. يا يبا يا يبا احنا زماننا غير زمانكم وطريقه التربيه اختلفت. ردينا على الكتب والنظريات. خلك عن القعده هذه وقوم خلنا نتريق، ترى الوقت سرقني. يا ليت الوقت ما يسرقك من الزواج يا ولدي. عادك توصل فيه لدرجه طق يا يمه يطقني. لا ولدي يا حبيبي، ابوك عمره ما طول ايده عليك، بس انت عاد الله يهداك الكلام اللي قلته. يما انت امي وانا ولدك وانا حرفيك اتعامل معاك مثل ما ابي. خلاص ولا تزعل نفسك، وانا مستانسه وراضيه لانك حبيبي دلوع دل صغير واخر العنقود اديتك هذا. عمري يما يا ليت ابوي يكون مثلك. وانت عندي مثل سعاد. يما انا مثل سعاد؟ انا ريال. انت ريال وابوك بعد ريال البيت. بعد عمري انت، خلي يشتري لي سياره مثل وليد. حاولي تقنعيني يما. وانا وعدتك ان تكون سياره ابوك هديه لك بمناسبه النجاح. خليني من نجاح الحين يا يمه، انا ما افكر فيه مثل ما افكر بوليد. يوه وليد وليد وليد، انا عارفه ايش يبغى منك وليد هذا. يمه وليد دائما يقول لي اني ياهل وخلاف، وانا ما اخاف، انا ريال. اي بسك من الحكي، يلا حبيبي تاخرت على المدرسه. يلا 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 باذنك. انا يلا يمه. لا تلعب. وين؟ يبا هدى اعصابك الله يسلمك. حمد يلا خف يدك بسرعه. ماني موصلك، خلي ابوي يوصلك لو سمحتي. عندي شغل معك وابغى اخذ رايك بشيء. عارف حش كله بايخ مثل وجهك. الوالد اسمع والدك ايش يقول. وصل اختك يا حمد يا يبا. يلا يا طلال يا ولدي بوس راس ابوك. ما ابيه بوس راسي، ابيه يتعلم الاحترام. من غير ما تقول يا ابو حمد. تأسف من ابوك يا طلال. اسمحي لي يمه ابوس راسي. يا يبا انا ما رفعت يدي علشان اضربك، بس انا رفعتها علشان اعلمك الاحترام والادب واخفف من استهتارك وتجريحك حق امك. الله يخسرك يا يوسف العسارة.
بالخير. الله بالنور. ما رحت المدرسة؟ مو قاعد تعبان، قلت اريح شوية، ما مداني. استريح، ما في داعي تروح اليوم. على قولتك، بس اخاف يطردوني من المدرسة. عادل، لا انا اكتب لك رسالة باسم الوالد واكيد راح يردوك. لا لا ما اظن هالحكي، هذا ما يمشي على الاستاذ حمد. شي درسك هذا الاستاذ حمد؟ التربية. ما يربي الانسان غير السوق يا وليد. ها السوق، وانت لما تكبر وتخلص من الدراسة انا راح اخذك معي السوق وبتشوف اكبر مدرسة في حياتك. صح عيل، انا اسأل نورين اروح المدرسة ولا لا؟ اذا ما عارف اذا تريد تروح المدرسة ولا لا، كيف تبي تدخل السوق؟ هاي هذا سعاد، كيفك امل؟ مشتاقة. وانا بعد. شلونك استاذ حمد؟ اهلا امل، كيف الحال؟ صراحة انا وسعاد تكلمنا عنك وايد، حابين انك تكون بالهيئة التدريسية معنا بالجامعة. الحقيقة افضل التدريس في الثانوية لانها تحتاج اهتمام اكثر، واهتمامي بالتدريس خذ كل وقتي وما خلاني اكمل رسالة الدكتوراه. طب ممكن تبتدي من الحين، انت شاب والدرب قدامك. انت تقولين شاب وسعاد تقول دخلت مرحلة الكهولة، وطاف علي عمر الزواج. وانت مو شايفة كذي؟ انا تأخرت شوي. حمد، امل بغتك بموضوع. بعدين بعدين يا سعاد، مع السلامة. لا يفلت وليد من يدي. انا مستعده اني اساعدك. انا بروحي في البيت يا سعاد، بروحي اواجه المشكله، انت مو معاي. على فكره الوالد ما رد من شهر العسل. ليه ما الحين؟ وعادل هم يمنعني من التدخل بحياه وليد، وقف معاه. الحال واحد، عندنا بعد اخر العنقود مأذينه ومطلع عين اهلي، والمشكله تقول الوالده ان وليد بصف طلال. المسؤولية كلها على حمد لأنه مدرس تربية ومو قادر عليهم. أخوي درسهم حصة واحدة بالأسبوع، مو كافي الشباب اليوم. كان بإمكانه يا سعاد يستعين بالهيئة التدريسية والإدارية، لأن أمثال وليد وطلال أكثر مما نتصور. الله يكون في عون أولادك، أكيد بتطلعين عيونهم من هالمحاضرات. يلا. التربية والمجتمع. وين وليد؟ اليوم غايب سر. يلا يا رجال المستقبل، خلونا نراجع اللي قبلناه. نتحدث عن التربية. خلصت من أشعارك وأقوالك المأثورة؟ إي نعم خلصت. زين ممكن ولا يخليك تروح تبلي قهوتي؟ إلا بشرط. صارت القهوة بشروط؟ اي نعم. اي شلون؟ عامر طال عمرك، عقب هالقهوة نقعد انا وياك وتقول لي كل اللي براسك. يا ابو احمد خلني اول اعرف انا شنو اللي براسي وبعدين يصير خير. هلا 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 ابو محمد، الله يعطيك العافية. ها ايش سويت اليوم؟ ايش بتغدينا؟ قوزي. زين هاي بس عشان تمزمز فيه. ذبحتني، ايش طابخه، ايش مسويه، مللتني. افا افا يا محمد، مليتي مني؟ اي مو انت نرفزني يا ابو حمد الله يهداك من اسئلتك. ايه هذا اللي ما عملت حسابه، زوجتي اول وحده تتضايق مني ومن قعدتي في البيت. انت ليش ما تقوم تروح
القهوة الشعبية ولا تزور ربعك وأصدقائك؟ ولا أقول لك إيش رأيك أشوف لك شغلة في البيت تسويها؟ طلع من هالبيت مو بطالع، إيش رأيك؟ حاضر حاضر طرم، راح نفتح حساب باسم إن شاء الله. حاضر، مع السلامة. يا هلا ماجد، هذا المدير العام باغينا نفتح حساب باسم نسيبه يوسف. الله يهديك فيصل، وانت ليش مزعل نفسك؟ يا اخي هذا الانسان انا ما ارتاح له، تم يركض ورا ابو عادل لين ما زوجه اخته، صار الكل بالكل. زين يا ذكي، كان صرت انت اشطر منه وزوجت اختك. لا انا بصير اشطر منه، بتزوج بنت امل، آية في الجمال، لو توفقت فيها بختصر عدة سنوات. ما قلت لي انت ايش اخبارك؟ بصراحة انا جاي استشيرك. والدفع بيكون مقدم ولا بالمجان؟ بالمجان. زين ايش رايك اليوم نتغدى مع بعض؟ اما اليوم عيل بناكل اكل بس، ها المرة هذه على حسابك، مو كل مرة تدبس بالفاتورة. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. تفضل تفضل. حياك الله. الله يحييك، اعرفك الاستاذ ماجد صديقي يوسف نسيب ابو عادل. على فكره الاستاذ عادل اتصل فيني وحسابك جاري في المؤسسه. اقول اخوي فيصل ودي توقف معاي، تعرف انا غريب بالمؤسسه ولا اعرف مفاتيح الابواب. ادخل من الشباك، كلها فترة وجيزة وراح تصير صاحب أكبر محل أشرطة فيديو. ماجد نكمل حديثنا في المرة. شديد شديد فشلين ريلك قدام الخدامة. الله يخليك يا محمد، تراني ما متحمله ولا كلمه، خف عني شوي. انا سبب ولا انقطاعك عن زيارات ربعك؟ وانت يعني ما عندك ربع تزورهم؟ عندي، لكن ما اطلع من البيت الا بعد ما تستقر الامور فيه واطمن عليكم. اي والله الامور ماشيه والحمد لله. والله كأنك غريبة في هالبيت، وهالدفتر يشهد على متاعب وضياع كل فرد في الأسرة. والله متاعبك انت أكثر. متاعبي؟ والله انت مو معصوم من الخطأ. ما عندك خبر اني كبرت وتقاعدت؟ ايه بس وايدين متقاعدين ومستانسين مع عوائلهم. وأنا مستانس مع أهلي وأسرتي. والله لا أنت مستانس ولا مخلي غيرك يستانس. ردت حليمة لعادتها القديمة، الأول كنت تتنرفزين من كل كلمة، ولما هلوا الأولاد نسوك وحدتك. والله أربعة حملتهم وخلفتهم وربيتهم لما صاروا رياهيل، ويا الوقت اللي أشوف نفسي فيه. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ حمد حياك، تفضل. الله يحييك. الحقيقة باقي على الفسحة قليل وتنتهي، بس حبيت أتبحث معك موضوع. أبحاثك التربوية تعجبني كثير بصراحة. الحقيقة الموضوع مختلف، أنا جايك عشان موضوع طالب اسمه وليد، ولد أبو عادل أكيد تعرفه. أبو عادل؟ من فينا ما يعرف أبو عادل؟ لاحظت عليه عدم اهتمام للدراسة. يمكن ما يميل لمادة التربية. مادة التربية محببة للطلاب كلها، لكن وليد منشغل عن الدراسة بشكل عام. يمكن يكون عنده مشاكل. حاول تتصل بأهله. أنا بتصل فعادل أخوه. إن شاء الله إن شاء الله. لا أكيد أكيد، انت ناظر المدرسه وعارف مصلحته زين. اقول استاذنا
ايش رايك بالمؤسسه التعليميه؟ نعم نعم. لا بس فكري اني افتح مدرسه خاصه تابعه للمؤسسه، واخترتك انت انك تكون مديرها. اي موافق؟ زين، عيل خلنا نجتمع في اقرب وقت ممكن. على بركه الله. مشكور، مع السلامه، حياك. تعرف يا استاذ حمد ان هذا المشروع كان حلم حياتي. اي مشروع؟ اهتمام مؤسسة أبو عادل للتعليم. على فكرة أريدك تشاركني بزيارة للأستاذ عادل. عشان موضوع وليد؟ لا 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 لا، عشان المشروع اللي فكر فيه. أنا جايك يا أستاذي عشان موضوع وليد. خليك من وليد، أنا طلبت إذن من الأستاذ عادل إن وليد بيداوم بكرة. وليش ما كلمتي عن تقصير وليد بدراسته؟ أنت الحين خلينا من وليد، خليك من وليد، اعطيني فكره عن مشروع عادل التعليم. ومن هو عادل عشان يهتم بالتعليم؟ علمك الشرح علي اللي اخذ رايك. ثانك يو. اسمع يا ماجد، الشغلة راجعتك وانا ما اقدر اشير عليك بشيء محدد تسويه. يا فيصل انا محتاج لاستشارتك، ولا بتغلى علي بهذه بعد؟ المسألة راجعة لك، بعدين هذه حياتك ومستقبلك وما من حقنا ندخل فيها. انا كل اللي طالبه منك انك تجمعني برئيس مجلس ادارة الشركة. راح احدد لك موعد واقول رايي فيك وجده. فمن كلامك ان وليد ما راح المدرسه، وعادل متى طلع من البيت؟ قبل وليد. يعني يدري ان وليد ما راح المدرسه؟ انا بروح اسوي غدا عشان عادل. ما نبي عادل يتغدى معنا. عادل اتصل وقال انه راح يلازم يوسف. طبعا مو يوسف صار محسوب علينا على اخر الزمن. أنا لازم أكلمة، لازم أكلمة وأخليه يسمعني، حتى لو لزم الأمر أن يترجى بس لازم يسمعني. حمد إيش فيك يبا؟ لا ماكو شيء، ماكو شيء. حمد حمد يا يبا، متضايق من وليد. إيش فيه وليد؟ مايا المدرسة. أخو حمد أخوي ما قصر، سأل عنه. أنا أسأل عن أي طالب يغيب من الفصل، ما أفرق بينهم. وليد أخو صاحبتي والمفروض أنك تسأل عنه. خلاص يا سعاد، قفل على الموضوع. وين بتلاقيه بعد؟ تلاقيه هايت بالشوارع، ولا راح يقضي وقته بالنادي البحري. أقول يبا، ليش ما تشارك لي بالنادي البحري مثل وليد؟ خذ الشهادة وأنا بنفسي أسجلك بالنادي. بصراحة يبا أنا فكرت وقررت. قررت؟ السلام عليكم. السلام. أهلا أهلا. كيف حالك؟ أخبارك؟ تمام. طيبة؟ تعالي. بصراحة زيارة مفاجئة وسعيدة بعد. استريحي. بسم الله بسم الله ما شاء الله. اهلا اهلا وسهلا يا بنتي. هلا امل. انت طلال زميل وليد مو كذي؟ اي نعم. والاستاذ حمد اخوي، استاذنا. بس يا ولد. على فكره امل، اخوك وليد اليوم ما المدرسه، لا يكون مريض. اخوك عادل قال انه متعافي وما في شيء. اشرح لك الموضوع وانت تقدر. ايش راح يكون بعد؟ اكيد راح يكون قرار صارم. هو اخر العنقود مثل اللي عندك يا عمي، الله يخلي لك اياه. العاده اخر العنقود متعب وغير مبالي بتصرفاته. لا مو الكل، ولا كان صارت قاعده. حمد
حمد عندنا ضيوف. خلي الولد يستانس. عادي. أنا بحاول أشوف عادل وأتفاهم معه. أنا أقول أبو حمد. ها. جاتني فكرة. ها. إيش رأيك لو نخطب أمل حق ولدنا حمد؟ ترى البنية زينة وما بنحصل أحسن منها. يا بنت الحلال أنا أفكر في وليد هالفقير المسكين هذه يتيمة الأب والأم. الله يهداك أبو عايش رفيجك. إيش لك تفاول على الريال؟ لا يبا هذه في حكم الميت دام ما يسأل عن عياله. استأذن أنا يا جماعة خليش معانا تو الناس. أنا أخذت من وقت الأستاذ حمد وما فيه الكفاية. بالنسبة لوليد لا تحاتين، أنا رحب بالجدي والله يساعدني. أشكرك أستاذ حمد، مع السلامة. مع السلامة يا بنيتي. اهتم بأخوها يا حمد، ترى البنية تستاهل. وانت ايش رأيك بالموضوع؟ والله أنا اللي شايفة أن وضع أخوها معفوس. علامك يا بسكذي، الملاطفة حلوة يا أخي. يا ليتك كنت أبوي، يا ليتك كنت أخوي. المهم تكون يمي، تستمع للي بصدري. المهم إنك تخفف عني همي. يا رب يا رب لا تخليني وحيدة بهالدنيا، لا تخليني وحيدة. ساعدني يا رب ساعدني. وانا قلت ما في طلعة، ايش رايك؟ يبا انت ليش دايما تعاملني على اني ياهل ما افهم مصلحتي؟ ليش ابيك تجابل دروسك وتنجح؟ لكن يبا انا مليت، ما اقدر، حاس اني بختنق. تقدر تتمشى في الحديقة. أوه. إما خلي هذاك أبو حمد يطلع، بروح الولد مسكين متضايق. ودراسته؟ أوعدك يبا أول ما رد أروح غرفتي وسك الباب وأطيح لدراسة. وليش ما تغصب نفسك وتدرس؟ ما أقدر يا يبا. حاسني أكره البيت، أكره المدرسة، وأكره نفسي. أحس أن كل شيء محسوب علي، أنت بالبيت وأخوي حمد بالمدرسة. خلاص أنا مليت. خلاص يا ولدي طلعت، روح اطلع برا ولا يضيق خلقك. بس عاد لا تتأخر. لا إن شاء الله يما. لا تستغرب يا ابوي، راح يلجأ الحضان الطبيعي فترة وفترة يحتملكم، وإذا مل من الاثنين راح يلجأ أصدقائه ينشد فيهم الطمأنينة. ما حد بيعفسنا غير نظرياتك التربوية. ايش فيك انت؟ اسف يبا ما سمعتك. اخوك للحين ما رد. ماجد؟ اي ماجد، انا خايف من تصرفات هالولد. يعني وين بروح يبا؟ ما رد بيرد؟ يقولون إذا بغيت تعرف الريال اسأل عن ربعه. كلامك عدل يا يوا. زين أنت ما تعرف ربعه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. أشرقت وأنورت.
انت في غرفة رقم كم نازل يا استاذ ماجد؟ طال عمرك انا ناسي الرقم لكن ادلها. ماجد ابوك قاعد يتغشمر وياك. ما عليه حمد، انا فاهم شو يقصد الوالد وما لومه، هذه مملكته، ليش ننكر عليه تعبه وشقاه طول عمره فيها؟ لكن اللي احبه من الوالد العزيز انه يعطينا فرصه عشان نكون مملكتنا الخاصه. وانا ما عندي مانع، لكل واحد فيكم الحق في انه يكون مستقبله، وانا مستعد اوقف معاكم في كل صغيره وكبيره. وانا طال عمرك اقدر لك هذا العطاء الكبير. بس ابوك يا ماجد يتمنى يعرف خططك المستقبليه حتى يقدر يساعدك. ماجد شخبار فيصل؟ فيصل والله اللي سمعته من فيصل ولا حكايات ألف ليلة وليلة. كلمني عنه. أنا ماني مستغرب من كل كلمة قلتها عن عادل، لأنه ولد عصره استهلاكي يحب التلاعب على الناس بسبب كماليات الحضارة، والعيب فينا لأنه ما عندنا ما ننتجه ونحس بقيمته، مع أن كل أساسيات الإنتاج موجودة، لكن ما علينا. أنت مقتنع بالعمل مع عادل وطبعا راح تترك الوظيفة بالشركة، شو اللي مأخرك؟ موافقة عادل. أبيكم تشاركوني بالنادي. زين بعد عمري من اللي مانحك؟ وش اللي مانعني بعد؟ الاشتراك؟ أنا بعطيك الاشتراك. لا أبي الوالد هو اللي يعطيني. والله يا ذاك أعطيه. ويروح معاي ويسجلني بعد. إنزين أبوك ما مقصر بشيء. أنا مو أقل من ربعي يا يمه. لا حول الله، إن شاء الله ولا يهمك بنشركك. لو كان بعادل أبوي كان ما احتاج الاشتراك. عيب يا طلال، الأولاد ما يختارون أباهم. بس هذا ظلم، ظلم يا يمه، هذا حرام. تجيبونا وتختارون أسامينا وتفرضون علينا اللي تبونه. ضحكني بالكلام والله. يمه أنا قاعد أتكلم من صدي مو قاعد أشمر. سمعيني يا يمه، إذا ما سجلتوني بالنادي ترى ما راح تلومون إلا نفسكم. إذا ما زعلت عن وجهي بيك الثمن كذي. يمه وجهي ما راح، وجهي يمه. شنو صاير؟ لو كنت مكاني كان ضربته بدالي. اي عادي ما شنو صاير؟ وصلت فيه المواصيل انه ينكر امه وابوه على اخر الزمن. طلوه يهددني انا؟ انت سامي عن نفسك. انا تمنيت ان طلال يكون شخصيته بنفسه، لكن بعد اللي صار ما ينسكت عنه. من يوم ورايح ما يشوف الا الضرب مني. وتجي امي وتراضيه عشان لا يزعل عليها. انا المسؤول عن هالبيت وما حد يتدخل في تصرفاتي. كل اللي احب اقوله يبا ان لازم تكون درجه الثواب والعقاب متساويين او متناسبين، ما حجم ما يقوم فيه الطفل او الشاب. حمد يا ولدي انا ما غلطك ولا غلط نفسك، لكن المثالية اللي تتكلم عنها مو موجودة إلا في الكتب. صراحة مش محل يقدر يتحمله ولا يقف هذا البيت. طايح في الولد تسطير بويها، ما عنده غير الضرب. ينصح يعطي العين الحارة وخلاص. اسكت انت، ايش تبي بعد انت؟
طلول حبيبي، يقولون عندك صاحب وصديق يسمونه وليد. وليد؟ أي وليد تقصد؟ وليد ولد أبو عادل، صاحب المؤسسات والشركات الكبيرة. إيش فيه بعد هذا؟ حتى أنت تبي تبعدني عنه؟ مكافي أبوي وأمي وحتى حمد بعد؟ لا يا أخوي لا، من قال لك إني أبغيك تبتعد عنه؟ لا، أنا أبغيك تقرب منه أكثر وأكثر وأكثر. ها، وإيش معنى أنت بالذات تبيني أتقرب منه؟ ها؟ أبيك يا حبيبي تعرفني عليه. أعرفك عليه؟ عندك أختك سعاد، رفيجة أمل، أخت وليد، وأمس كانت زايرتنا. أخوك حمد ما قصر، سمعها ذيك الخطبة من خطبه الرنانة. أمل؟ إيه؟ عندنا في البيت؟ إيه؟ أنا قاعدة تالي في الشوارع بهالسيارة هذه. أخ عليك. أتقدم لكم باستقالتي راجياً، وقولها وشكراً. تفضل. سلم عليك المدير، يقولك ما تطلع مني اليوم حتى لو يبقى الحين زين، لما تخلص الشغل هذا. ابو احمد. نعم. ترى عذيتنا يا مديرك هذا. ليش يا ولد؟ يا ولد عطياها. باي باي. تعال تعال حكيك. احنا يبقى ما تطلع عني. ما انت كان عندك انا. قدمت استقالتي يا حلو. ليش استعجلت؟ أنا لين الحين ما حصلت فرصة أقدمك للريال. أنا مستغني عن خدماتك يا حبيب، لأن الفرصة جتني لي عندي على صحن من فضة. لا يكون زوجت أختك العادل. لا، بس وليد طلع صديق طلال، وأمل صديقة سعاد. يعني وصلت يا حلو. بمجهودي الأحلى. أهلا أستاذ عادل. أهلا. شو أخبار الافتتاح؟ الحمد لله كل شيء جاهز. نحن حاطين مشروع أستاذ يوسف مسيبكم تحت عين الاعتبار والاهتمام. اسمح لي أقدم لك الأستاذ ماجد. أهلا. الأستاذ ماجد يصير أخو طلال وسعاد. من يكون طلال وسعاد؟ طلال صديق وليد في المدرسة، وسعاد صديقة أمل في الجامعة. ايش ضرورة كلامك هذا؟ لا بس يا استاذ عادل، انا اقول يعني هذا معناه انك ولد ابو حمد مو كذي؟